السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم أحبتي طلبة وطالبات الصف الأول الابتدائي. مستر جودة معكم في قناتكم جودة عودة. إن شاء الله النهاردة هقدم لكم أول فيديو في شرح منهج اللغة الإنجليزية للصف الأول الابتدائي كونكت 1 الترم الأول. قبل أن أبدأ الدرس أحبتي، أود أن أذكركم سبسكرايب أو اشتراك بالقناة مع تفعيل زر الجرس على الأول، لايك وشير للفيديو دعما وتشجيعا لنا على المزيد من الفيديوهات. درس اليوم هو يونت 1، وعنوان الوحدة هو هالو، أهلا. هالو، أولا تعالوا نتعرف على حروف اللغة الإنجليزية، وسوف أترك لكم أسفل هذا الفيديو في الديسكريبشن فيديو آخر به شرح كامل لحروف اللغة الإنجليزية. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. هيا بنا نتعرف على الشخصيات. يوسف، هنا، هاني، مس منى، أميرة، بيزي بي. تعالوا أحبتي نحفظ هذه الجمل والكلمات. آي، أنا، آي. am، أكون. am، I am، أنا أكون. I am. what's your name، ما اسمك. what's your name. goodbye، مع السلامة. goodbye. shake hands، يصافح. shake hands. play، يلعب. play. هيا نتابع هذه المحادثة جيدا. hello، I am Miss Mona. أهلا، أنا الأستاذة منى. Hello، I am Miss Mona. Hello، I am Hani. أهلا، أنا هاني. Hello، I am Hani. I am يوسف، أنا يوسف. I am يوسف. I am Hana. What's your name؟ أنا هنا، ما اسمك؟ I am Hana. What's your name؟ I am أميرة، أنا أكون أميرة. I am أميرة. تقديم نفسك وسؤال الآخرين عن أسمائهم. I am Hana. What's your name؟ أنا هنا، ماذا يكون اسمك؟ I am أميرة، أنا أميرة. والآن أحبتي تعالوا ندرس الحرف بي. سوف ندرس مجموعة من الكلمات تبدأ جميعها بالحرف بي. بي، بس، بس. بي، بيرد، بيرد. بي، بير، بير. بي، بوي، بوي. بي، بيد، بيد. بي، بنانا، بنانا. بي، بوك، بوك. بي، بي، بي. بي، باج، باج.
B brush brush B blue blue B ball ball أحبتي تعالوا نحفظ هذه الجمل الهامة open your book افتح كتابك open your book close your book اغلق كتابك close your book open your bag افتح حقيبتك open your bag close your bag اغلق حقيبتك close your bag وأخيرا أحبتي تعالوا نتمرن على هذه الأسئلة أول أسئلة لدينا هو سؤال توصيل الكلمة الأولى هي كلمة goodbye goodbye نعم نصلها برقم B goodbye Miss Mona Miss Mona نعم نصلها برقم C Hello Hello نعم نصلها برقم A نواصل معا سؤال التوصيل والكلمة الأولى Bus Bus نعم نصلها برقم B Book Book نعم نصلها برقم C blue blue نعم نصلها برقم A blue أزرق السؤال التالي هو سؤال اختياري سنقرأ الكلمة ونختار الصورة المناسبة لها play play نعم الصورة الأخيرة play يلعب open your bag Open your bag. نعم الصورة الأولى افتح حقيبتك. Close your book. Close your book. نعم اغلق كتابك الصورة الأخيرة. Shake hands. Shake hands. نعم يتصافح الصورة التي في المنتصف. Shake hands. وهكذا أحبتي نكون قد انتهينا من درس هذا اليوم أتمنى أن يكون الدرس قد نال إعجابكم فضلا سبسكرايب أو اشتراك بالقناة مع تفعيل زر الجرس على الأول ولايك وشير للفيديو دعما وتشجيعا لنا وحتى ألقاكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.